صحيفة ألمانية قالت إن المصدر الذي سرب وثائق بنما من شركة موساك فونسكا للمحاماة في بنما أرسل لهم بيانا يقول فيه إن دافعه هو الكشف عن حجم المظالم والفساد الذي أثبتته الأوراق. ودعا المصدر الذي أطلق على نفسه اسم جون داوي المفوضية الأوروبية وبريطانيا والولايات المتحدة ودولا أخرى لاتخاذ خطوات لحماية من يكشفون عن معلومات خاصة عن مثل تلك القضايا الحساسة بدلا من معاقبتهم.